تكلمنا عن بازار الرياحين، شفنا من أدى، والآن رحب بضيفتنا مدربة معتمدة في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات ست جوناي عبد الله. يا أهلا وسهلا بك. أهلا بك. متابعين الظهيرة يعرفوش أكيد، يعني استضفناك هواية، ولكن مثل ما قلت أنا في البداية بهذا البازار لفتت نظري أشياء كثيرة، بس في طفلة هي كانت بتسوي مجموعة أعمال والكل كانوا يشجعوها وفرحانين بها، فاحكي لنا تجربتك وياها. هي طالبة طالبة عندنا بالمدرسة لينا إيهاب، متلازمة داون. أنا فكرتي شو كانت، أنا يعني أدرب الطلاب بالمدرسة وأنطي دورات نفس الوقت يعني لأولياء الأمور وللشابات، وعندنا دورات مستمرة. فاقترحت الفكرة إنه شفت البنت كثير دقيقة بشغلها. هي فن الترانسفير شاركت بيها، شفتها كثير دقيقه بشغلها، فيعني حكيت للامهات جميعا. طبعا الفكره كانت انه اي ام تقدر تدعم بنتها عندها وقت، لانه هذا يراد له وقت، انه تكون معاها، انه ندخل بالنتيجه للمعرض او البازار. احنا عندنا معارض سنويه للمدرسه، للمدينه عندنا المعارض السنويه، بس حبينا ندخل هالمره للبازارات العامه اللي يصير بالبلد، ولها نكهه خاصه بنشوف نفسها انه هي خارج المدرسة مشاركة فيها كذا. فأمها الحمد لله دعمت أمها وأبوها، أحييهم لأنه دعموا لينا كثير. فالأم شاركت ويانا بالدورات اليوم السبت اللي عندنا دائما، فجابت البنت كمان وياها، ويعني تعلموا الفن الترانسفير. فبالبيت شاركت بتها يعني، هي كمان البنت حلو. كمان شاركت بالدورات، فالأم دعمت بالبيت واشتغلوا، ومن عندي بالمدرسة كحصص. الحمد لله وصلنا بنتيجة وشغلات جميلة كانت عاملة، بس أخذت وقت، يعني تقريبا فد 4 أشهر 5 أشهر هم عنده يشتغلون شوية بالبيت شوية بالمدرسة. النتيجة كانت حلوة حلوة. هي فن ترانسفير بسيط جدا. في كثير ناس يعني يشبهوها بالديكوباج، لا يفرق عن ديكوباج واسهل من ديكوباج كثير. ووظفتهم بزجاجات بصواني وشغلات كثيره، ما شاء الله كانت موفقه جدا وفرحانه كثير كانت. وطبعا اكيد الشكر لك، لان انت صبرتي وياها 4 أشهر. تكرري هالتجربه اذا طلب منك ان شاء الله. حتى انا من الاداره يعني شو اسمه جانا، قلت لهم السنة الجاية إن شاء الله متحضرة، يعني في 4 5 طلاب يشاركون إن شاء الله سنويا، إن شاء الله يعني نطلع طلاب من أكثر، يعني تجربة حلوة. ويكفي إنه أنت يعني أسعدتيها لهي البنية. يكفي. فطيب هسا إحنا بالحلقات الماضية استضافتك يمكن كم سنة، وسوينا مرة عن التدوير، قدمتي لنا شيء، وأنتم بمجالكم في كثير أشياء متطورة، يعني يمكن انت اللي تقومين بحضرتك به، يمكن احنا كنا بالمدارس ناخذ اسم الدرس الفنيه ويا ريت يكون موجود يعني مع الاسف هسه لا، لانه انا هذا اشوفه من يجون المدارس، من اعمل لهم ورش، انا اطلع المؤسسات والمدارس من اعمل ورش، اشوف البنات الشابات حتى الولد يحبون هذا الفنون، يعني كراحه نفسيه من لهم، يعني يفرغون وعن جد يطلع بيهم شغلات كثير حلوه. احنا كلنا تعلمنا التطريز والاتميه والسناره، كلها تعلمناها، وتدرين انه كانت هي حلوه فسحه بالنسبه لنا خاصه البنات، انه ندرس، فعندنا درس فنيه، فكنا يعني نتونس بيه. طيب اليوم كثيره شغلاتكم، وانت ما شاء الله عليك تقيمين ورش كثيره للتعليم، كل ما تتعلمي وتروحين تسافرين رايحه جايه على تركيا. فاليوم حابه تعلمينا ان شاء الله. شغله بسيطه جدا، انا تعرفين احب الجديد دائما، يعني ودا ادور صراحه، مش قاعده لا هذا اللي نعرفه وهذا لا، دائما الشيء الجديد احبه، يعني اشوف شنو اتعلمه واعلمها منه. في ورقه خاصه شفافه، يعني يبين الصوره من الطرف الثاني، شفافه، ميزته انه نرسم عليه اي شغله كانت، نحطه بفرن 10 ثواني يتحول الى بلاستيك. 10 ثواني، يعني مثل هذا اللي للدلع حطينا شكل قهوه من يجون الضيوف علشان ما تخربطين هذا الشاي ولا قهوه، اي اكسسوارات، اي ممكن للبيبيات. تذكرين هو بلاستيك، يصير بلاستيك، هذا اللي يصير بلاستيك. تذكرين الارانب اللي كنا جايبينه للبيبيات مال اكسسوارات، هذا حق البيبيات. ميداليات اذا نسوي من عنده، تحت الكوبايه ممكن، او شيء قاعده نحط فيها. ونسميها تصغير الورق، انا ترجمته من تركي للعربي تصغير الورق، وبالتركي كوتشلين كارد يسموها، يعني يصغر. نعم. فهذا
يجي طيب. على الشكل اي 4 شكله. انا هسه فد شيء بس ارسم لكم، انا في شغلات رسمتها صبغتها لانه على مد الوقت. انا سالت شنو قصه هذا الفرن، قالت لي راح اجيبه وياي الفرن. فحتى يعني هاي الشغله محتاج لها فرن. أي. فرن اي فرن بالبيت العادي يعني، حتى هذا في عنده سيرتيفيكا انه ما يضر الفرن، وراها اطبخ فيها كيك وكعك عادي ما يصير شيء. لا لانه في مرات الصابون مثلا اذا استخدمنا الفرن ما نقدر نطبخ بها بعد، بس هذا الورق لا عادي. اوكي فالورق هو يجي على شكل اي فور، هذا هاي والفرن والاقلام الخشبيه، بس نستخدم الاقلام الخشبيه غير اقلام ما نستخدم. انا قصيت هذا نصه على شكل شجره نرسمه من طرف الخشن، في له يعني ناعم وفي خشن من طرف الخشن. نحط اي صوره اللي بدنا اياها، اسامي صور. اول شيء نحددها باللون الاسود لانه حتى يبرز الشكل بالضبط يمشي على الصوره، يعني اي واحد اذا حتى مو رسام يقدر يمشي يستنسخها للرسمه هو وبس يمشي عليها بقلم اسود. يعني هو قلم الخشبي قصدي. نحدده ورا ما نحدد شوفي، بس نحدد لانه يعني هذا خاصه للرياضه الاطفال كثير مهمه، او للشركات اللوجو مال الشركات دا يعملوها. نحط يعني التحديد كله، بعدين نصبغ اي لون بدنا اياه عادي. صبغه هيك عاديه نصبغه نورمال نصبغه، بعدين نحطها بالفرن. فانا محضره كم صوره بسيطه يعني شغله كثير بسيطه جدا بسيطه. طيب. في هذا مثلا البنات البنوتات يحبوها شو اسمه هذا نسيته نقصه. شوفي ينقص هسه بس ورا ما نحطه بالفرن ما ينقص. اذا حبينا هذا نسويه ميدالية نخرمه، يعني ما نحدده بالقص كيفك ممكن يعني هذا مثلا حددته يعني قصينا الاطراف كلها. أوكي. هذا ما نحدد مثلا. أوكي. اذا دريده كمدالية نخرمها لازم قبل، لانه ورا ما يصير البلاستيك صعبه تخرميه ينكسر. طيب هذا بدنا نسوي مدالية نخرمها هالشكل من الطرف. شوفي حتى الفتحه راح يصغر كثير. خرمنا اوكي بعدين نسوي له الشكل. لا هسه نحطها بالفرن، الفرن لازم 170 درجة حرارة تكون. اوكي؟ ايه نحطه بالفرن، بس يا ريت الكاميرا يصور كيف بده يصغر الصورة. نحطه بالفرن هالشكل. كم وقت؟ 10 ثواني. 1 2 3 4 شوفي شوفي شلون انكمشت؟ ايه وخلى انت ورق فويل سيليفون علشان ما يلزق بالصينية. شوفي انكمش. ما في الكاميرا قريبك. إيه. هسه كم صوره سوينا حتى يعني تشوفون كيف إيه. الطريقه ورا ما يخلص الانكماش مالته نطلعه. اي شويه حاره تكون طبعا هذا بالبول. اذا إيه. اذا شو اسمه نحطه على الدفتر اي شيء كانت، بس ندوس عليه شويه يصير بلاستيك. شفتي هسه طولت العمليه ما طولت هو 10 ثواني كثير صغير. شوفي صارت بلاستيك شفتي؟ وممكن ندخل فيها الميداليات الحلقات للميدالية تكون صارت بلاستيك. يعني مو طول ايش قد اخذنا؟ يعني قولي ويا الرسمة تاخذ لها كم 10 دقائق او شيء. يا ريت من الصغار من يعملوها وياهم كبيرة حتى تستخدم الفرن. طبعا اكيد اكيد اكيد. بس انه هذا الورق وين متوفر؟ حاليا في الشارجة فيه. تدري ممكن واحد يستخدمها بين البنات او الولد هدايا بيناتهم، انه هدايا لوجو للمولود مولود لل شو اسمه تعاليق السياره مثلا ممكن. انت اكثر شيء بيش تستخدميها الان؟ حاليا ميداليات. انا بالورش بدنا نسويها بالميداليات. سوينا لكم ظهيره الجمعه. يلا خلينا نشوف ايش قاعده صغيره جبناها حتى تحطوها بالقناه عندكم. يلا خلينا نشوف ايش شكل الظهيره. كبيرة هم سويتها. شوفي ايش قد يصغر. بس ما اخذ وقت يعني وشيء حلو يعني. 10 ثواني. شوفي شلون ينكمش. زين هذا الورق منين نقدر نحصله؟ والله في تواصل حطيت الايميل إن شاء الله. ممكن اللي يريد يتواصل. تدرين حلوه هذا للبنات اللي بالبازارات يشاركون. نعم. علشان يعني ماركتهم واسمهم اللوجو مالتهم. طبعا اكيد. طب انت تعلمين هو دورات اي دورات تاخذين؟ لا يعني انه تطين انت كل اللي تعلمتيه الحلوه يعني. شوفي هسه مثلا كثير من الناس يستفادون من هذا الورق.
زين يستخدموها بشو اسمه عندهم اي مجال بدهم اياه. فحلو يعني نتعلم ونفيد العالم منين. شوفي ظهيره الجمعه منين صارت شويه حاره. نحط قاعده صغنونه هيك من طرف. حلوه. اوف اوف اوف. يلا مهم. اتس اوكي. تمام. راح نسوي لنا غير شيء، عندنا وقت حتى تسوي لنا غير شيء قناي؟ ايه اوكي يلا. عندنا حبيبه رفقيه سوينا لك اياها، ما بعرف تحبيها ميداليه ولا تحطيها كقاعده، او ممكن مغناطيس نحط للثلاجه اللي يصير. هذا المغناطيس الصغير، شو حابه انت؟ كيف شو تقولين؟ لا انت شو حابه؟ خليها يسوي لها ميداليه. ميداليه اوكي، لازم الميداليه قلت لك لازم نخرمها. لازم نخرمها اي. اذا للتواصل مع المدربه غوناي في يمكن هو بين يعني بدنا نشوف الايميل عن طريق الايميل اللي تواصلوا وياه. اي نعم. انستغرام عندي صفحه بالفيسبوك. هو ذاك الشخصي كله بس شو اسمه؟ ممكن كله شخصي بس انه على الايميل. يلا خلينا نشوف. نحط استاذه رفيه كمان بالفرن ونحضر هذا الحلقات مال الميداليه. الفرن مرات الناس يقولون مدى يصير الفرن يكون بارد ما ينكمش الورقه، لازم ينحي قبل وقت شويه يعني مش كثير. شوفي شلون ينكمش. على 170 صح؟ 170 درجه. 170 درجه. شوفي ورا ما ينكمش يفتح شويه فالرأسه نطلعه. شوفي لينا ليش نحطه علشان نعدله. ايه نعدل الشكل. انكمش الورق. شوفي رقية كمان. حلوة. راح ندخل بيها الميدالية الحلقات. انه شو اسمه تكون شو قال حلوة هي هدية هسه. واحد هو من يسوي شيء بايده. لا بعدين حتى من يجي العطلة مثلا الامهات بالبيت ويا اولادهم. شوفي شكرا. عفوا. وهذا مثلا تحت الكوبايات حسب لون بيتك مثلا. الكوبايه من تحطين جواتها شغله. حلوه. كمان ممكن هذا من نقصه. شوفي قصوا همينه سهل جدا. في ان شاء الله البرامج الثانيه في صلصال هسه يعني طلعوه يتحول الى سيليكون. الميداليات السيليكون اللي نشوفها هو صلصال نورمال نحطه بالفرن نفس الشيء وده يطلع شو اسمه. تدري اني في كثير يراسلوني بنات بعمر 16 17 اللي هم يرسمون عندهم هوايات فطلبوا مني انه اسوي فقره للاعمال الفنيه. حلو. انه هاي الشغلات اللي انه يهدوها لبعض او نعطيهم افكار فاصور اليوم انه انا بديتي اليوميها. الله يهنينا. حار اضطريت. ايوه يا اخي. اوكي. احنا نقول لازم الام تكون موجوده واحد شبيه وياهم. شوفي حتى من دا ينكمش الالوان دا يبرز اكثر. لاحظتي كنت شو اسمه؟ هذا همين نفس الشيء. لو كان في كوبايه هيك نحطها تحته. هاي. نخلي عليها الورش اللي عملناها للاطفال بايام الشرق التراثيه كثير يعني اربع مرات عدنا كثير حبوها. حتى في بنات شابات ما شاء الله عليهم رسامات يعني راسا دايركت بالورق. احنا ممكن نقول انه هاي اليوم شويه يعني للاطفال وشي الالوان بس ممكن واحد ممكن اي ديزاين ويسوي اي شيء يناسب مع ديكور البيت. احنا نطلع من شو اسمه يعني من النت طلع كرتونات والكبار دلة قهوه هم كثير رغبوا لك يعني السلسال للدلة اللي يصير فكثير عجبهم. غوناي شكرا جزيلا لك وان شاء الله نلتقيش وانت ما تبخلين باي نصيحه او معلومه على طلابك ولا على اي احد فموفقه عزيزتي. شكرا لك. شكرا جزيلا حبيبتي.